قول الرافعي ما ذلت لغة شعب إلا ذل ولا انحطت إلا كان أمره في ذهاب وإدبار. ومن هذا يفرض الأجنبي المستعمر لغته فرضاً على الأمة المستعمرة ويشعرهم عظمته فيها ويستلحقهم من ناحيتها فيحكم عليهم أحكاماً ثلاثة في عمل واحد. أما الأول فحبس لغتهم في لغته سجناً مؤبداً، وأما الثاني فالحكم على ماضيهم بالقتل محواً ونسياناً، وأما الثالث فتقييد مستقبلهم في الأغلال التي يصنعها لهم فأمرهم من بعدها لأمره. القصة بلشت من سنين. وقتها كنت طالب سنة ثالثة جامعة، وطلب مني أعمل بحث على مرض معين. لجأت لحدا من رفقاتي اللي أكبر مني وأعطاني مقالات وأبحاث، وقال لي إذا بدك توسع أكثر دور على الإنترنت، بس نصيحة لا تدور بالعربي لأنه ما رح تلاقي شيء، دور بالإنجليزي. ليش بالإنجليزي؟ ومعقول ما لاقي شيء؟ ما المرض قديم وأكيد في مقالات عنه بالعربي مثل ما في مقالات عنه بالإنجليزي. رجعت على البيت وأنا عم دور، وبالفعل ما لقيت شيء غير شوية مقالات موزعة بالمنتديات. قريت دور بالإنجليزي وترجم وقدم. ثاني يوم تميت عم فكر بالموضوع. يمكن هذا المرض بالذات ما في منه معلومات كثير بالعربي، لازم رد دور من أول جديد. دورت على جوجل وأول موقع بيطلع لك وتدور على شيء بحث علمي بتلاقي ويكيبيديا. فت على ويكيبيديا وحسيت هون إنه كأنه لقيت اللي بدي إياه. ويكيبيديا موقع فيه حوالي 295 لغة، بالصفحة الرئيسية للموقع في 10 لغات أساسية ومن بيناتهم اللغة العربية. معناتها الجماعة معترفين إنه اللغة العربية هي لغة أساسية ولغة عالمية. طلع تحت الأرقام المكتوبة تحت أي لغة، فلقيت بالعربي في 500,000 مقالة تقريبا، بالإنجليزي في 5,437,962. ما حدا يدقق على الرقم اللي هون لأنه ماني حافظ. قلت لحالي ما كثير مهم الكم، يمكن النوع يكون أهم. فتت على أي مقالة من المقالات بتلاقي في بعض المقالات فيها 40 صفحة بالإنجليزي بس المقابل تبعها اللي بالعربي فيها 3 أو 4. طيب ما صار شيء، ليش ما بلش أنا واشتغل بهذا الموضوع؟ وبالفعل مسكت الآلة حاسبي لأحسب قديش بدي لحتى ترجم كل هالمقالة. ما أنا بحب أكتب على الكمبيوتر لعوض على خطي، وبحب اللغة العربية وبعرف منيح بالإنجليزي. فتت ومسكت الآلة حاسبي وبلشت أحسب، لقيت إنه بدي ترجم كل هالمقالات ما بدي أكثر من 900 سنة. 900 سنة هلا بغض النظر أي حفيد لإلي رح يكون بعد 900 سنة، بس 5 ملايين مقالة ما رح تكون 5 ملايين، يمكن رح تصيروا 200 مليون، ونحن بالأخير معنا 5 ملايين مقال عربي. قلت لحالي شو بدي بهالسرعة؟ أصلاً شو فهمني بالاقتصاد والهندسة والرياضيات والشغلات كلها؟ بشتغل بشيء اللي أنا شايف إنه له علاقة باختصاصي، بشتغل شيء بالمقالات اللي علاقة بالطب وبالصيدلة. رديت مسكت الآلة حاسبي ولقيت إنه بدي شيء 80 سنة وأنا قاعد وراء الكمبيوتر كل النهار ما يصير معي وجع ظهر أو ركب نظارات مثل ما أنا هلا. حاولت بتفكر شوي بالموضوع. طيب ليش هيك؟ ليش ما فيها الاهتمام باللغة العربية؟ وليش صدقنا إنه اللغة الإنجليزية هي اللغة الأساسية يلي لازم تكون فيها كل العلوم؟ رجعت شوي بالموضوع لورا ولقيت إنه بفترة من الزمن بالمرحلة العباسية كثير نشطت الحركة اللي لها علاقة بالترجمة. بهذاك الوقت العرب ترجموا كل شيء وصل لإيدهم، مقالات، حاس، أساطير، روايات، أي شيء. وبغض النظر هالمحتوى تبعها كان صح ولا غلط، بس إنه بالنهاية ترجموها لحتى يقدروا يناقشوها، لحتى يبنوا عليها، أو لحتى ينقلوها. يمكن هذا هو جزء من مشكلتنا اللي نحن فيها هلا. اليوم أي حدا بمرحلة جامعية حابب إنه يشتغل بأي بحث، فهو بحاجة لأنه يبحث عن ليكون عنده مصادر لمعلومات.
هالمصادر للأسف ما بتخرب إلا باللغة الإنجليزية، وهون بحاجة هو ليتعلم لغة تاني، وهذا الوقت راح يصير راح يأكل معه وقت كثير. وبغض النظر عن هالشيء، هو بالأخير الإنسان ما بيقدر يستوعب الكلام اللي مكتوب بلغة تاني تماماً مثل ما بيستوعبه وقت يكون مكتوب بلغة الأم. وحتى لو اشتغل أي حدا بهذا المجال، بالأخير المقالات أو الأبحاث اللي عم تشتغل عم تنتشر بالأصل باللغة الإنجليزية، وعم يحافظ عليها باللغة الإنجليزية، وما عم نلاقي لها مقابل بالعربي. نحن بحاجة بصراحة لأنه نشتغل على نقل هالمخزون العلمي العالمي من اللغة الإنجليزية إلى اللغات الثانية، تماماً مثل ما الألمان عم ينقلوا للألمانية، ومثل ما اليابانيين عم ينقلوا لليابانية، ومثل ما هذا بيقدر يقرأ كلام مكتوب على الشاشة. طيب هذا بيقدر يفهم أي لغة؟ ها ما معه. هاي اللغة هي لغة سيبوانو. لغة سيبوانو هي لغة بيحكي فيها حوالي 20 مليون بني آدم. هالأشخاص هن عايشين بأقصى شرق القارة بالفلبين، ومع ذلك بهاي اللغة في على موقع الويكيبيديا مثلاً 4 ملايين مقالة، وهي ثاني أقوى مقالة بالنشر بعد اللغة الإنجليزية. طيب معقول نحن ما عندنا الإمكانيات والقدرة لحتى ندعم نشر المحتوى العربي؟ قلت لازم بلش من حال، ولازم اتحرك لأدعم هذا الموضوع. ليش؟ حتى ما نبدأ بهاي الحركة. وبالفعل تواصلت مع رفقاتي بالجامعة وعبر مجموعات الفيس، وبلشت نشتغل على شيء له علاقة بموضوع الترجمة. ولما بلشنا بالفعل صار في مشكلة أساسية. نحن بأحدى المجموعات اللي بتضم سوريين ومصريين ومغاربي، صار في خلاف على بعض المصطلحات. شو نترجم بكتيريا؟ خليها بكتيريا، ترجمها جراثيم، ترجمها كائنات حية. وشو نترجم مثلا ميتابوليزم؟ استقلاب ولا تمثيل حيوي ولا شو؟ معقول اللغة العربية ما تقدر تساعدنا على أنه نبني مصطلحات جديدة باللغة العربية؟ لما الإنجليز احتاجوا ليبنوا مصطلحات جديدة، لغتهم صراحة ما ساعدتهم. وهون لجأوا لشغلتين. الأمر الأول لجأوا للغة اللاتينية، لأن اللغة اللاتينية أقدر على النحت والاستقاق من اللغة العربية. والموضوع الثاني أنهم لجأوا لشيء له علاقة بالاختصارات، لحتى يطالعوا كلمات جديدة تكون أسهل بالاستخدام والتداول. شو رأيكم إذا قلت لكم اليوم أنه في مرض بالعالم مصاب فيه 35 مليون شخص، وعم يموت بسببه 2 مليون شخص سنوياً، وحبيت سمي هذا المرض داء المساعدة، أو سمي الفيروس اللي عم يسببه فا نون ميم باء مثلاً؟ يمكن الموضوع غريب علينا شوي، ويمكن في بعضنا شوي تضحك. ما بعرف إذا الإنجليز هلا عم يضحكوا أو لا، بس هني لليوم بيستخدموا كلمة AIDS اللي هي اختصار للأحرف الأولى من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب، وكلمة AIDS استخدامهم اليوم العادي هي بتعني مساعدة. صراحة هني ما لقوا أي مشكلة بأنه يستخدموا الكلمة اللي هني شايفين إنه إلى معنى معين بمجال ثاني لحتى تعبر عن شيء ثاني. وهذا الشيء نحنا منلاقيه ضعيف أو ما بيحجبنا. يمكن نحنا بحاجة لأنه نآمن أكثر إنه الإمكانيات الموجودة باللغة اللي عم نحكيها بتخليها واحدة من أقوى اللغات في العالم. وهون نحن بحاجة بصراحة لمرجعية معتمدة. بالمناسبة كلمة AIDS بفرنسا مرض AIDS يسموه سيدا، بس لأنه ترتيب الكلمات عندهم باللغة بيختلف. نحن بحاجة لمرجعية معتمدة ترجع إلى المترجمين أو الباحثين بالمصطلحات اللي باللغة العربية. وبصراحة نعمل شيء اسمه المعجم الطبي الموحد، وما بعرف إذا في شيء معمول باللغات بالمجالات الثانية اقتصاد أو أي شيء، بس ما أخذ حقه بالانتشار. يمكن إنه نحن لسه ما منآمن إنه ممكن نستخدم هاي الكلمات العربية. نحن بحاجة لدعم لنشر هالمعلومات والمقالات، سواء كانت هي بحثية جديدة أو هي مترجمة من لغات تانية، وما نستخف بضرورة أنه يتواجد هذا المحتوى العلمي
لأنه راح يوفر على كثير من الناس الباحثين الجهد والوقت. نحن بحاجة لجهود، يمكن تكون بحاجة لأن تقوم فيها جمعيات أو مؤسسات، بس هي بالبداية لازم تبلش مننا أنفسنا، لأنه الجهود اللي نعملها نحن راح كثير تخفف من هالفجوة الموجودة. بالنهاية حب ذكركم أنه إذا واحد لحاله حب أنه يترجم هاي المقالات، طالما هو لحاله فهو راح يحتاج على الأقل 80 سنة، روح ربع ساعة منه هو عم يحضر هذا الدكتور.